السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أهلا وسهلا بيكم. بس جديد بس جديد بقى هكسر الدنيا النهاردة في البس، وهقول كلام يزعل صراحة. يعني أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يفتح علينا وهله كده بس عشان إيه. هنقول نهلة نهلة وسيدة. سيدة أول حد بيبص عليا، ما شاء الله ما شاء الله. فاطمة السلام عليكم. فاطمة إسماعيل أهلا وسهلا. سحر أهلا وسهلا. مين 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 مش 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 الشاذلي، بحبك قوي احبك الله. لميس يا هلا ويا غلا. فاطمه سليم اهلا يا دكتوره، منوره منوره يا فاطمه يا عسول، ربنا يعلي قدرك يا رب. طيب خلينا نبتدي البث النهارده ونقول احنا عايزين نقول ايه. اقول كلام اقول كلام يزعل. ابعدوا عن الناس دي. مين الناس دي؟ مين الناس دي اللي نبعد عنها؟ في ناس في حياتنا كده. انا كنت اتكلمت على فكره في كذا محاضره وكذا حلقه، ممكن ترجعوا على اليوتيوب. بس في ناس يعني لازم نقعد كل شويه كده نقعد نقول يا جماعه من فضلكم خلوا بالكم منهم. الناس دي يجب ان احنا نبعد عنها. مين الناس دي؟ رقم واحد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ابغض الرجال الى الله الالد الخصم. الالد الخصم اللي هم الناس شديده المجادله، الناس اللي خصومتهم بيبقى فجر في الخصومه. ده مين؟ ده ابغض الرجال عند الله. طبعا الحديث ابغض الرجال عند الله، ما برضو ابغض النساء هيبقى كده. اللي الالد اللي هم فجر فجر في الخصوم ومجادلين جدل غير طبيعي. قبل ما نشرح الحديث ونقول مين الناس الصعبه قوي دي، الراجل اللي تلاقيه بيجادل وتلاقيه ما بيقتنعش بغلطه، وتلاقيه عمال دايما عارفين كده نازل لازع لازع لازع، واي مناقشه من المناقشات تبص تلاقي لا ده هو يعني مش هتعرف تاخد منه حق ولا باطل. ده صعب قوي. الد الرجال، ابغض الرجال الالد الخصم شديد الفجر. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه هو الد الخصام. يعني ده ابغض الناس الرجال الى الله سبحانه وتعالى. الله العفو والعافيه. تعالوا بقى اما نشرحها ب 2021، نشرحها بقى في الزمن العظيم اللي احنا فيه ده. مين دول؟ المبرراتيه. عارفين المبرراتي اللي بيقعد ايه يعمل كل عمله ويبرر ويطلع نفسه ضحيه، وهو اصلا الجاني. يعني هو يطلع نفسه ضحيه في المشكله لكن هو اصلا جاني في الموضوع، سواء راجل او ست. تبص تلاقي هي اصلا اللي عامله المشكله وهي اصلا اللي عامله، امال يبرر تبرر. طيب يا ست ما تعترفي بغلطك. نعم هو يا وانا اقول فعلا انا غلطت، فعلا انا حصل كذا. طب ماشي، ما نقول، ما انا لو قلت كده هرتاح والله. ليه؟ لان بيخلي عينك ودماغك يبصوا على الحل، تخليكي انت ذات نفسك تشوفي ايه الحل ايه. لكن ان انا اقعد ابرر وما اعترفش بالغلط وهو نفس الكلام وطلع نفسه دور ضحيه تماما وهو الجاني اصلا، ما انت اللي عامل المشكله اصلا. فالاصل في الكلام ده انا ما اعرفش الصوت ايه، يعني ما اعرفش. هنا حتى المايك اهو بعيد كده ماشي، عاملين لكم دلايه بس يعني ايه كده. فنقعد ان احنا نبرر لنفسنا الغلط فما نشوفش الصح، ولا يقبل انك تشوف الصح اللي غيرك يقوله. ودايما مبررات مبررات، وانا ضحيه وانا اتعمل فيا وانا الدنيا والكون والمؤامره الكونيه عليا والناس فمش هنعرف نعيش كده، لانك ما بتديش فرصه لنفسك انك تشوف الحل او تسمع الحل من غيرك. ونفس الكلام هي برضو نفس الكلام، عماله تبرر 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 ومش شايفه غلط، واهلها يبرروا لها وصحابها يبرروا لها وكل اللي حواليها يبرروا لها، فهي مش شايفه اصلا ان في غلط فمش هتسمع الصح فتستمر على الغلط. احنا بنأذيهم، احنا بنأذيهم كده على فكره. وما نسمحش على فكره ان حد يعيش دور الضحيه ويعيش دور اللي بتاع ده ورد. ركزوا في اللي انا بقوله بقى، ركزوا في اللي انا سيبكم الورد، يعني في ميه كمان اجيب لكم الميه. ركزوا بقى في الكلام ده عشان نطلع بفايده كده ونعيش في حياه. يعني الواحد نفسه يعيش في سعاده يا جماعه، ويعيش في بيئه امنه. ما هو انا لما اللي حواليا هيفهم صح ويفهم يتعامل صح، وجاري وجارتي هتبقى المدينه الفاضله. لكن انا عايشه في تبرير وعايشه في مش عارفه في هجوم، وده يبرر لده وده يعمل ده فما يشوفش الغلط. على فكره عشان تخسري نقاش، وانا بقول لك اهو، لو انت في مشكله وعايزه تخسري نقاش بجد ونقاش حقيقي، اقعدي برري الموقف. هو بيهاجمك وانت ما تدريش حصل كذا، اخطات ممكن اخطا. خلاص نسال الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق المره الجايه. يا برده يا حلو قوي كده، وانت جميله جدا وعصابك تحفه ماشي وعايشه في سلام داخلي وبتعرفه البيس.
والله نسأل الله العفو والعافية إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله. لا استجبت الاستفزاز ولا استجبت، لكن هبرر هبرر هبرر. وبعدين مخك يعمل إيه بقى؟ يصدق. فمخك يصدق التبرير فتعيش دور الضحية. هو نفس الكلام بقى، أنت عارفة في الست يعني ما يبقى الموضوع ده في المرأة يعني ماشي، يعني ممكن نتقبل منها حاجة زي كده، هو عادش يجي عليها وهي مشاعر فأمر طبيعي إنها تبرر. لكن لما يبقى من راجل ده بتبقى مصيبة كبيرة قوي يا جماعة. أما يبقى راجل وهو عايش دور الضحية وهو الجاني وعمال يبرر لنفسه فيصدق تبريراته اللي المخ عاملها غلط، فما يقبلش النصح ولا يقبل انك تقولي له الصح كذا، لان انه عايش دور ضحية. انا اللي مظلوم وانتوا الظلمة وانتوا من كل الله من كل الله من كل الله من كل الله، وعايش دور بقى مؤامرة الكون، ده مش صح طبعا. يعني انا صار ازعل جدا جدا لما يبقى في راجل ويبقى قدامي بالمنظر ده، يا عم انت راجل، يعني يا عم انت اللي قايد السفينه، يا عم انت المفروض انت اللي يعني عنوان الرجوله والاقدام والشهامه والقياده والثقه والاقدام، كل الكلام ده عندك. فلما تعيش لدور ضحيه وتعيش دور كذا وتعمل ما يخلكش تسمع الصح، ما انت السامع اصلا ودنك مش سامعه ومش مدي ومخك رافض تماما. فاكرين لما قعدت رسمتها لكم مره قبل كده قلت لكم زي الاشواك بتاعه الانفود، مصدد هجوم 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 هجوم، مش عايز يسمع وعايش دور الضحية. فخلاص أبغض الرجال عند الله، حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، أبغض الرجال عند الله ألد الخصم شديد المجادلة شديد الخصومة. فده غلط، ده مش صح. ولما تيجي الآية بتاعت سورة البقرة تنبهنا، ومن الناس من يعطيك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. لا، احنا مش عايزين الصفه دي. عارفين المؤمن ايه؟ هين لين سهل ودود طيع، يتعلم يتعلم من غلطه ويتعلم من اللي بيقوله، ولو حصل حاجه كده الحكمه ضلت المؤمن اينما وجد فاولى به. غلطنا اغلطنا ايه المشكله؟ يعني احنا هنخسر نجمه ولا ما احنا هنفضل زي ما احنا؟ محمد هيفضل محمد وازدحمد هيفضل ازدحمد، يعني ايه اللي هينقص؟ ما فيش حاجه هتنقص، والله ما في حاجة هتنقص. بس فعلا اخطأنا افورنا شوية، تمام اوكي، ما يعني اصبق. ما تجيش الست بقى الزوجة لما تلاقي زوجها مثلا يعني عمل في حاجة وخلاص عرف انه غلط، تفضل تنكد على او تنقرص فيه في الكلام، او هو نفس الكلام. دي مش حياة، واحنا عايشين حرب. يعني انت وزوجتك وانت عايشين حرب مع بعض، ومين فينا اللي يكسب ومين فينا اللي يخسر ومين فينا اللي يقول ومين فينا اللي كذا. الكلام ده انا شايفاه كلام غير سوي وحياة غير صحيحة وحياة غير يعني مش صحية، مش حياة صحية عيشها. طيب في بقى حاجة تانية ونخلي بالنا منها، وحاجة فعلا مهمة جدا جدا في التعامل. طيب أنا دلوقتي اعترفت وقلت مثلا أنا أفورت في أمر أو أنا أخطأت في أمر أو كذا، ما نعيش دور التبرير خلاص، وخلاص ما بقناش مجادلين وعايزين نبقى مش من أبغض الرجال من أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. المفروض أعمل إيه؟ أول حاجة حاجة اسمها المواجهة بيني وما بين نفسي. أقعد مع نفسي كده يا جماعة، عارفين لما بنعمل محاسبة، يعني كلمة سيدنا من حاسب أنفسنا ديت، لا ده كذا ده كذا. المحاسبة ذات نفسها بتعمل تقييم ذاتي دوري. ورقم اتنين أصدق. الصدق مش معناه إن أنا أقول الصح اللي حصل بس، أصدق مع نفسي، أصدق في نصيحتي لنفسي قبل مع الآخرين، أصدق في حالي مع ربنا سبحانه وتعالى، إنك أنت الوحيد اللي شايف نفسك صح ولا غلط، أنت الوحيد اللي عارف إن اللي جواك ده صح ولا غلط. لكن نلاقي مشكلة قايمة طويلة عريضة وناس وعيلة وقبيلة وقدقوش قبيلة والعيلة الفلانية واللقب الفلاني، فقط عشان أنت بتجادل وتبرر في غلط في غير حق. يعني ما الكلام ده مش صح يا جماعة، يعني الكلام ده انا مش شايفه صح. حاضر والله انا هجاوب، حاضر هجاوب على الاسئله اللي انتوا بتقولوها، بس خليني اقول الكلمتين. حاضر هجاوب على اللي انتوا بتقولوه والاسئله، حاضر انتوا كده حاضر. طبعا الواحد بيزعل لما يلاقي ان المشكله كانت سهله وينفع انها تتصلح وينفع انها تتعالج، بس كل واحد عمال يبرر للتاني وخناقات بقى، وده يعلي صوته وده يعلي كله، واحنا انا الصح وانا صح. هي الفكره مش مين كسبان، لان في امور كتيره جدا جدا من العلاقات اللي يطلع فيها كسبان هو خسران. ليه؟ اصلها قربة، والدنيا ما بترجعش زي الاول، والله ما بترجع زي الاول، ولا بنقول هنيجي نتصالح وهنيجي نصطفى وهنيجي كذا ونرجع، مش هيحصل. احنا بشر، احنا مش انسان آلي هنضف القلب ويلا ديليت ويلا ريفرش فالدنيا تطلع خلاص جديده. غلط.
او هروح اجيب هاردوير جديد او هروح اجيب هارد جديد. احنا بشر قلب ممكن الضم واعمل مع بعض وبتاع وكده، بس مش هيجي برضو، مش هيرجع زي الاول، ولا هيرجع الحب زي الاول، ولا ترجع القيمه زي الاول. فليه نخسر قلوبنا ونخسر حبنا ونخسر مشاعرنا ونخسر حاجات احنا كنا في غنى ان هي تتخسر، انها تبقى كده في خضم. ان انا اعترف وما عدش اجادل، ما عدش اجادل واجادل في باطل. يا ريت يا ريت النقطه دي. بصوا يا جماعه، يعني الواحد كنا لسه بتكلم مع مجموعه من البنات على 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 حته صفات الرجال زمان، صفات الشهامه والمروءه والرجول. ايه اللي حصل؟ هو ايه اللي حصل؟ إيه ليه الدنيا بقت فاضيه كده؟ ليه مثلا لما تيجي بنت تتكلم معايا، وبنات ذات عقل وحكمه وكده، تقول لك انت الرجاله اللي انت بتتكلمي عنهم مولين، دول مش موجودين. هم فعلا دول مش موجودين. وعلشان يتواجد راجل بالصفات ديت، او صفات الرجوله والذكوره والشمس، الذكوره يعني صفات الرجوله والشهامه والمروءه وكل الصفات الجيده، نادر جدا جدا لما تلاقي حد يعني عنده الصفه ديت. او حد مثلا يقول لك انا ماشي يا حبيبي، بعدت اهو، بعدت عن الكاميرا. انتوا مركزين في ايه بس؟ والله اللايف ده بيخليني اضحك جدا جدا. الناس مركزه في حاجات نفسي، انا ده دبوس. يعني ده دبوس يعني. نسيتوني هقول ايه؟ يعني نسيتوني يعني. طيب خلينا نرجع تاني نتواصل. نسيت صفات الرجال زمان. الرجال زمان فيهم من الشهامه ومن المروءه، وكان يقول لك لا يعني ما نعملش كده. يعني هقول لك على حاجه وموقف بس نعرف فيه الناس زمان كانت حسيسه ازاي. وكان في عادات جميله قوي قوي، يعني مثلا افتكر مثلا يقول لك دي عادات عثمانيه وكانت عندنا في مصر. يعني افتكر بيت جدتي كان فيه على الباب اللي هو الاثنين الحديد ده، فبيقول لك الكبيره دي معناها ان الراجل بيخبط فيجي راجل يفتح، ما حريم ما يعملش. والصغيره دي ان في حريم في الباب على الباب الخارجي بتاع البيت بيخبط فالحريم يطلع يفتح. برضو من صفات الرجوله ما كانش يتقال. دلوقتي الواحد يخطب واحده ويجي مثلا حصلت رفضته او حصل في الخطوبه ايا كان او قرايه فاتحه وكذا، يطلع يشهر بيها ودي كذا ودي عيلتهم ودي عيلتهم. وهي نفس الكلام. ايه ده؟ تعالوا شوفوا زمان. انتوا عارفين العاده العثمانيه بتاعه شرب القهوه؟ يعني دلوقتي يقول لك ايه، يجي العريس فتحط له ملح في القهوه، فانت بقى المفروض يعني تحملني في الحلوه والوحشه وفي مرضي وصح مش عارفه ايه، فتشرب القهوه وتشربها وانت مبسوط. لو شربتها يبقى خلاص الجواز هيتم. هي دي مش اصل العاده على فكره، يعني دي مش اصل العاده العثمانيه. اصل العاده العثمانيه كالتالي، ان كان البنت تحط لو هي موافقه على العريس فكانت تحط سكر، ولو هي مش موافقه على العريس فكانت تحط ملح، فالعريس يعرف ان هي مش عايزه فيجي الرفض منه وما يجيش منها. يعني فين الكلام ده بقى دلوقتي؟ ده بيقول لكم بيبقى قريب فاتحه وطلع مشهر بيها هنا ومبهدل، ويروح يتصل لو واحد جاي يقدمها اوعى تخش البيت ده فيه وفيه وفيه، والبنت نفس الكلام تروح تقول عليه وعلى اهله. هي الاخلاق راحت فين؟ هي المعاملات الطيبه دي راحت فين؟ والله لو التزمنا بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم بس في افعل ولا تفعل، قل ولا تقل، هذا حلال، هذا يرضي الله، هذا يغضب الله، لهنعيش حياه زي الفل، ومش هيبقى فيه سوء الاخلاق والمعامله. هي الناس بتكذب، الناس ما بقاش بتكذب، الناس بقت تشرب وتتنفس الكذب، وتشرب وتنفس الخداع، ويكذبوا وياكلوا مال الاخرين ويخدعوا الناس، كان ما فيش اخره، كان ما فيش نهايه، كان ما فيش حساب ما بين ربنا، وهتقف ما بين ربنا ويسالك انت عملت كده واذيت الناس دي ليه؟ يعني حاجه عجيبه جدا جدا. مين دي اللي لبسه اتكررت؟ ام مين؟ ام منى قررت تلبس حجاب زي حضرتك؟ والله يا ام منى ده انا حبوس راسك يا ام منى، حبوس راسك دلوقتي واقول يعني ربنا يجعله حجاب خير وبركه عليك يا رب، وتلبسي كده وتبقي اموره وشيك مش زي خالتك هاله العجوزه، لكن تبقي اموره وشيك. بنتي جنبي عايزه اقول لكم شاب ضد السوشيال كله، تقول لي ما تقوليش على نفسك كده، امر طبيعي الاولاد دايما بيبقوا شايفين امهم الام بقى وكده. يعني ربنا يكرمك، تمسك ايدي بقى دلوقتي الحاجات دي، عايزه اعمل لكم مره كبسه كده والرأس. يلا نحفظ عليهم حياهم، ادعو الله سبحانه وتعالى يزوج كل بنات المسلمين ويزوج كل شباب المسلمين يا رب، اللهم امين، ويجعلكم كده صالحين. مين اللي بتقول؟ ماشي،
مين دي؟ يثرب، يثرب بتقول انا بزرع في ابني الكلام ده دلوقتي. الله يفتح عليك. وهو فعلا كده، هي لو الام زرعت في 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 عيالها الكرامة والشهامة والمروءة والمعاملة الجيدة، وإن هم يبقوا صالحين، طب ما هنلاقي أزواج زي الفل، هنلاقي أزواج برنسسات يعني برنس في نفسه كده، وحاجة تحفة جدا. حاجة تانية، انتوا عارفين لما أقول مثلا الأم تعلم إيه للولد؟ لأ، انجحي، انجحي عشان يبقى شايف أمه جامعة ما بين خيري الدنيا، مش بس يعني بيت واولاد وكده، لا انجحي في نفسك ومعزتك، وشوفك بتحققي انجازات، حفظ قران ولا علم شرعي ولا كذا ولا كذا. ليه؟ عشان لما يتجوز يا بنتي ويجي يشوف مراته تنجح ما عادش يقول لها ايه ده وانت مش زي امي اقعدي يا عم يا عم الوضع اختلف يا عم، والدنيا بقت خلاف الدنيا والكلام ده. فانا احييك يا ام ياسر على حاجه زي كده، ربنا يبارك فيكم يا رب ويعزكم اجمعين. يبقى ابغض الرجال عند الله الالد الخصم، لن برر ولا نفجر في 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 الخصومه، ولا نجادل في الباطل عشان تشوف الحق، لانك عملت كده هتعيش دور الضحيه وانت جاني، وما انتش هتشوف الصح ومش هتشوف الحق، وهتبص تلاقي نفسك انت بتجادل نفسك اصلا عن الغلط. ما انتش هتشوف الصح، هترفض ومخك هيرفضه والله. ونشوف راجل طويل عريض وناس قامات اداريه واجتماعيه، ولا ودماغه كده ليه بيبرر لنفسه، بيبرر ما هو شايف. ونلاقي ست هي الله يعني والله العظيم زي الفل، واموره وجميله وبيتها ونظيفه وزي الفل، ولكن تبرر مع زوجها، تفضل مع زوجها تبرر تبرر تبرر، وتبريرها الخاطئ بيدفعها انها ما تشوفش الحق. ليه؟ لانها مش شايفه، هي مش شايفه، شايفه نفسها بس، وامها بقى تقول لها، والاشرار الاربعه واختها وبنت خالتها وعمتها وجارتها وصاحبتها والكلام ده، فتعمل ايه؟ ما تشوفش الصح. فلما ما تشوفش الصح مش هتلتزم بيه، هي سمع نفسها بس، سمع صوتها هي بس، وده غلط. يعني ادعو الله سبحانه، عايز اشوف ولادي مين هدى، عايز اشوف ولادي بنتي بتجري انا ممكن اعمل الكاميرا كده، عايز اقول لكم بنتي بتجري دلوقتي خايفه. انا احترم حياتك يا يمنى والله، ان شاء الله يجي في وقت من الاوقات كده يعني نشوف الله، نعمل لقاء، نعمل لقاء جماعي، تمعين نعمل لقاء جماعي ان شاء الله. ادعو الله سبحانه وتعالى يصلح حال المسلمات اجمعين، ويصلح حال الامه، ويجعلكم الزوجات صالحات تقر العين والقلب والعقل، اللهم امين. وتطلعوا لنا كده جيل صالح بتقواك يا بنتي، وبحسن تبعولك لزوجك، وحاضر ونعم، والطيبه دي ما بتنكسرش والله، الصبر الصبر ونعم وحاضر وطاعه ربنا سبحانه وتعالى، بس لا ترضي اهانه ولا ترضي توصيف خاطئ ولا ترضي عيشة لا يرضاها ربنا سبحانه وتعالى ليك بالحسنى. وانت كمان يا ابن الحلال، ما طول ما انت راجل وحلو وفلالي كده، ما الناس هتمسك فيك يعني بسنانها وايديها واسنانها، يعني طول ما هي شايفاك قدامها شهم وراجل وصاحب خلق وصاحب عطاء وخلوق، تحب الله عز وجل وتحب، ما امر طبيعي انها تتمسك بيك. لكن طالعين بقى الناحيه دي وطالعين الناحيه دي، اهي تيجي معايا في اللايف يعني ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. وبقيت طبقت خطه هاله، وبقيت انا وبنتي قريبين قوي من بعض. هناء جمعه يا حبيبتي، هنقى يا جميله، بصيلي بنتك، بصيلي بنتك العسوله ديت، وقولي لها ما هو هتبقوا قريبين، يعني سرك مع بنتك وسرها معاكي، المهم تبقوا اصحاب. هناء جمعه بتقول لي ان انا طبقت خطتي مع بنتي زي ما انت ما قلتي، خطه هاله مع البنت. يا البنت بتبقى صاحبه، يعني بتبقى صاحبه وبتبقى سند، وبتبقى يعني اقول ايه يعني، مش بنتك اكتر منها اختك. ادعو الله سبحانه وتعالى يصلح حالنا واياكم، ويسحب بناتنا واياكم. الحب بقى هنبوس دلوقتي ونحضن، يلا ارقاكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.